في الحلقات اللي فاتت اتكلمنا عن النيورال تيوب ديفكتس، سواء كانت نيوروليشن او بوست نيوروليشن ديفكتس، بس كنا مركزين اكتر على الجزء الخاص بالبرين. كان في كده جزء من البوست نيوروليشن ديفكتس خاص بالسباينال كورد. تعالوا نبدا النهارده نتكلم عن اول موضوع من مواضيع البوست نيوروليشن ديفكتس الخاصه بالسباينال كورد، موضوع السبليت كورد مالفورميشن. ايه موضوع بقى السبليت كورد ده؟ كلمة سبليت كورد يعني ايه؟ يعني الكورد المشقوق، بس كده خلصت خلاص. يعني انت كان عندك كورد اتشق اتنين، كورد يمين وكورد شمال. طب هو المفروض يكون كده؟ لا، المفروض ان انت عندك كورد واحد. The term split cord malformation should be used for all double spinal cords, all of which appear to have a common embryological etiology. Whatever الموضوع ده، لكن الفكرة ان انا عندي مش spinal cord واحد، انا عندي اتنين. عندك اتنين. طب يعني ايه؟ يعني هيبقى الفانكشن مختلفة يعني؟ لا لا لا، هيعملوا نفس الفانكشن عادي. الله، امال هما اتنين ليه؟ النيورال تيوب اتشقت اتنين. النيورال تيوب، ودي حاجة مش مظبوطة، المفروض النيورال تيوب تبقى تيوب واحدة. النيورال تيوب اتشقت اتنين، قسمت وظائفها على جزئين متساويين، فبقى الجزء اليمين بيدي الناحية اليمين والجزء الشمال بيدي الناحية الشمال، بس بدل ما يكونوا متحدين في ستراكشر واحد بقوا تو ستراكشرز، فده اسمه سبليت كورد. اوكي، يبقى كده عرفنا يعني ايه سبليت كورد، ان انت عندك دبل سباينال كورد. ليه اتشقوا اتنين اثناء التكوين؟ الامبريولوجي بتاعهم واحد، ولكن اتشقوا اتنين، واحد ادى اليمين واحد ادى الشمال، بدل ما يكونوا ستراكشر واحد. تمام. بس اكشولي السبليت كورد ده فيه شكلين بقى. بس هما سبليت كورد، بس فيه شكلين، فسميناهم تايب 1 وتايب 2. ماشي، ايه الفرق بقى؟ مهم جدا تبقى عارف الفرق. تايب 1 زي ما اتفقنا انت عندك تو كوردز، صح؟ بس التو كوردز منفصلين عن بعض انفصال كامل. انفصال كامل ازاي؟ انفصال كامل كامل ازاي بقى؟ يعني انت عندك تو هيمي كوردز، مظبوط، وكل هيمي كورد ليها السنترال كانال بتاعها، وكل هيمي كورد حواليه البايا بتاعته، وهتلاقي ان الاثنين مفصولين عن بعض كمان بسبتم في النص، ديورال شيفت يعني مبطن بالديورة، ريجيد اوسيو كارتليجينوس ميديان سبتم. ده انفصال بقى ايه ده؟ مش طايقين بعض التو هيمي كوردز دول، ضراير ضراير بقى. انت في حالك يا ابني وانا في حالي حبيبي، كل واحد يقفل بابه على نفسه كده وخليه في حاله. اوبا، يعني بقى تو كوردز مش بس انفصلوا، لا ده انفصلوا انفصال عنيف جدا. بقى كل واحد قاعد في بيته حواليه البايا بتاعته، وفصل بينه وبين التاني ايه؟ سبتم، اوسيو كارتليجينس سبتم. ده كلام خطير جدا. بص حتى على السي تي اكزيال كات بون ويندو اللي اتعمل، ده منظر رهيب، ان انت عندك السباينال كانال مشقوقه فعلا نصين، وفي عظمه موجوده في النص مفرقاهم نص يمين ونص شمال. اهو هو ده تايب 1 من السبليت كورد مالفورميشن، اللي احنا ساعات بنسميه اسم طويل شويه كده، دايستياتومايليا. عشان لو سمعت الاسم ده بس تبقى فاهمه يعني ايه دايستياتومايليا. يعني تايب 1 سبليت كورد مالفورميشن، تو هيمي كوردز حواليهم تو بيا وارق وديوره، وهتلاقي كمان ان في اوستيو كارتيجينس بوني سبتم فرقاهم عن بعض. بس خد بالك من حاجه، هل معنى كده ان السبليت كورد ده واخد السباينال كورد بكل اللينف بتاعه؟ لا، ده سيجمنت واحد بس من السباينال كورد هو اللي فيه المشكله دي. يعني لو تبص على الصوره اللي فوق هتلاقي ان السبليت كورد واخد ليفل واحد، والليفل اللي تحتيه عادي، الكورد رجع لطبيعته عادي متشكرين. يعني من تحت انا عندي كورد طبيعي، ومن فوق عندي كورد طبيعي، وفي النص في حته كده اتفصلت وعملت لي موضوع السبليت كورد دوت، وبقى فيه في النص البوني سبتم، عشان كده سميتها دايستياتومايليا او تايب 1. ماشي.
اي congenital malformation طبيعي ان تلاقي معاها other congenital anomalies. فطبعا لما بقول لك ان عندي هنا type 1 split cord malformation توقع ان ممكن يكون في absent disc، توقع ان يكون في other anomalies زي dorsal hypertrophic bone بيرشق فيها الايه الاوسيوس ريدج ده. مهم يعني في other malformations، يبقى خد بالك ودور على اي other malformation ممكن تكون موجوده. معلومة تانية برضو كنا قلناها في حالة السباينا بيفيدا أوكالتا، لو فاكرين السباينا بيفيدا أوكالتا اللي هو عنده البوستير أرش بتاع الفيرتبرال كولوم مش موجود، والسباينال كورد مش متغطي بعظم، ولكن الجلد مقفول، يعني حصل توتال ديسجنكشن والجلد قفل تماما، ولكن السباينال كورد تحت متعري مش متغطي بعظم، كأنه معموله لامينكتومي كده. معنى اسمه سباينا بيفيدا أوكالتا. ارجع لحالة الميلومينينجوسيل، كنا قلنا في السباينا بيفيدا أوكالتا ساعات الجلد كده بيكون فيه علامات كأنها بتقول لك في حاجة غلط جوه هنا يا معلمي، بص بصة جوه كده، عامل لي MRI أو CT. زي مثلا تلاقي فيه تافت اوف هير، تلاقي فيه ديمبل، تلاقي فيه هيمنجيوما وهكذا. نفس الكلام برضو بيحصل هنا في حالة السبليت كورد، إن في بعض السكين أبنورماليتيز ممكن أنها تكون موجودة تدلك إن في حاجة مش موجودة، إن في حاجة غلط موجودة في الليفل ده جوه. ماشي، مش هتكلم كتير وكلام منطقي. وهنا بيضيف لك معلومه تانية يقول لك ايه حضرتك، بس ساعات بيكون معاهم هاي ارشد فود. ماشي حبيبي، خد المعلومه دي ارميها في الزباله. ماشي، معلومات مخابرات بيحب يقول لك معلومات كتير، خدها وخلاص. ماشي، يبقى كده عرفت ان تايب 1 سبليت كورد مالفورميشن اللي هو الدايستياتوميليا، انا عندي في منطقه حصل فيها سبليتنج للكورد، هيمي كوردز منفصلين انفصال كامل عن بعض، اتنين بيها كل واحدة ليها البيئة بتاعتها، ليها الديورة بتاعتها، وكمان في منهم osteocartilaginous septum، وممكن يكون معها other anomalies زي absent disc أو كده، ويكون معها كمان abnormalities في السكين اللي فوقيها زي tuft of hair والdimples والhemangiomas واللايبومز والكلام الظريف ده. أوكي، طب ده هيشتكي من إيه؟ ممكن ما يشتكيش من حاجة على فكرة، ممكن يبقى قاعد عادي جدا ولا عنده أي مشكلة خالص، ولكن جزء كبير منهم بيكون عندهم مشكلة تيفرد كورد. اوبا، فاكر التيفرد كورد؟ ايوه، الكورد مشدود لتحت شويه، ما هو كونجنتال بكونجنتال بقى، معلش، يبقى عنده مشكلته التيفرنج للكورد، الكورد بتاعه مشدود، فيجيله بقى كل المانيفيستاشنز بتاع التيفرد كورد اللي احنا قلناها قبل كده بقى، الانكونترنس والبين والويكنس والكلام الظريف ده. خلاص، يعني انت لو عملت له انتيفرنج للكورد هيتحسن؟ يتحسن عادي جدا، هو مشكلته تيذرنج للكورد، غير كده ما عندوش اي مشاكل خالص. طب خلاص اعمل له انتيذرنج. اوبا، هنا بقى لازم اقف لك وقفه مهمه جدا. لما يكون عندك سبليت كورد مالفورميشن تايب 1، اوعى تعمل انتيذرنج للكورد قبل ما تكسر وتشيل البوني سبتم. ليه يا عم؟ تنسيت الصوره اللي فاتت ولا ايه؟ انت نسيت ان البوني سبتم دي تحتيها كورد طبيعي، فلو انت عملت انتذرنج للكورد والكورد بدا ان هو يطلع لفوق ويرجع لمكانه العادي، البوني سيبتم دي هتفعص الكورد اللي تحتيها ده، وممكن يعمل له نيورولوجيكال ديفيسيت عنيف جدا. طب اعمل ايه حبيبي؟ شيل البوني سيبتم الاول، بعد لما تفتح العيان دوت وتعمل له لامينكتومي على ناحيتين هتلاقي بوني سيبتم، اعمل لها دريلينج او شيلها خالص بالارض او بالمسدس او باي حاجه ان شاء الله تاكلها باسنانك. المهم انك تشيل البوني سيبتم تماما وتتأكد ان انها اتحررت تماما، علشان بعد كده لما تعمل انتذرنج والكورد يرجع لمكانه ما يبقاش في ريدج تزق على الجزء التحتاني من الكورد. كلام مهم جدا. يبقى symptoms are most commonly due to tethering of the cord and are usually improved by untethering. In addition to untethering, the bony septum must be removed and the dura reconstituted as a single tube, لأن these spines are often very distorted and rotated and therefore start at normal anatomy and work towards defect. يعني بيقول لك وانت شغال ما تفتحش دايركتلي على المنطقه اللي فيها دايستياتوميليا، لا ابدا فوقيها وتحتيها، اكسبوز فوقيها وتحتيها، وشوف النورمال اناتومي اللي انت متعود عليه الاول قبل ما تنتقل للمنطقه اللي فيها distorted anatomy. ما علينا، بص الكلمه الاخيره بقى دي، do not cut the tethered phylum terminal until after the median septum is removed to avoid having the cord retracted up against the septum، ويعمل لك طبعا neurological deficit.
هو ده موضوع تايب 1 سبليت كورد مالفورميشن. عرفت ان في بوني سيبتم وده اللي بيفرقه عن تايب 2 اللي هنشوفه حالا دلوقتي. عرفت ان مشكلته ان بيكون معاه تيذرنج للكورد في احيان كتيره، وحله انك تعمل انتذرنج للكورد. بس خد بالك لازم تكسر البوني سيبتم في الاول قبل ما تعمل انتذرنج للكورد، علشان البوني سيبتم دي ما ترشقش في الجزء التحتاني من الكورد ويعمل لك نيورولوجيكال ديفيسيت. هو ده تايب 1 سبليت كورد مالفورميشن اللي اسمه دايستياتوميليا. النوع التاني ده عبيط قوي بقى، اسمه ديبلوميليا تايب 2 سبليت كورد مالفورميشن. دول ما اقدرش اقول عليهم ضراير، اقول عليهم مثلا اخوات متخانقين بس كده، مش ضراير يعني. هو عباره عن ايه؟ تو هيمي كوردز ولكن نفس الديورال تيوب، نفس الديورال تيوب، نفس الديورال تيوب، ولكن بينهم كده فايبر سيبتم بسيط كده، اللي هو ايه، متخصمين خصومه كده بسيطه كده، لكن مش زي الدايستياتوميليا. فده هنسميه اسم بسيط بقى ديبلوميل، عشان الخناقه بسيطه شويه. لكن الثاني الدايستياتوميليا خناقه كبيره، بوني سيبتم بقى وحوارات كبيره، لكن هنا ايه، ديبلوميل. اوكي، يبقى عباره عن تو هيمي كوردز وذين ا سنجل ديورال تيوب سيبريتد باي نون ريجيد فايبرس ميديان سيبتم، وبنسميها الديبلوميليا. Each hemicord has nerve roots arising from it. There is usually no spinal abnormalities at this level, but there is usually spina bifida occulta. ممكن يكون معها spina bifida occulta، ممكن، ممكن أو ممكن لا، زي ما اتفقنا أي congenital anomaly ممكن يكون معها غيرها. وعلاجها إيه؟ لو معها نفس الكلام برضه، لو معها tethered cord أعمل لها untethering للكورد وأنت مريح. مريح ليه؟ أصل ما فيش بوني سيبتم بقى، أعمل untethering وخلصنا بقى. طب ما فيش حاجة تتشل؟ لا لا لا، اقطع اقطع ما تشغلش بالك. انا كنت بخاف في تايب 1 اللي هو دايستياتوميليا اللي كان عنده بوني سيبتم، ده اللي كان لازم اكسر البوني سيبتم في الاول قبل ما اعمل انتذرنج للكورد. هو ده موضوع السبليت كورد مالفورميشن. مهما يكون اتفهم، موضوع بسيط جدا. اشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله. كان معكم احمد زهر.